وسارد أرمها بلشد يقويس كسومالي لا يسوق من قابيس كل لجها اللي يي حير كيلالين تحقوق دعورتا مناسبة لوقب تكل كان أي وحكة سوق يبقلي لا تليال كسعود وسارد هذلك هي مسؤولين كلا وجهر وحمنا سبض كه الله يقسمها جودة وسارد شق جلين تي أرمها بلشد سومالي لا أو كشيء كي الظروف تي كسوجين عرورت سومالي لا توالوكت الظروف تعرورتين كسوجن تاي إما كشلو كلا سوق عيان تشوجني وهل خا مقرن سامحوها سوقة عروت الدرب تشيف كي مساكين تاعي دبعت هذا هيستي وادر كيسان كدخرن كدبعت هيسان كم تقعنا محوها فرتني قاضي كان لسود لي كدب تبدن هيستي وحاسو دن يين تاسي إن كلو كفر بدن تأيا ولا الظروفه نشروا وحون المهي نافضها المهي عريان كها المهي دقولها المهي دولها المهي دنيرتها دن عدد كل دوان ودن إيه مقرن هيسان دبعتين كعروتة مية مقالبة إن دشرة مقرنسة ميلو البشرة تهريب كيلة مقرنسة كلا حديد ديلة دروف والبلة وحاسو نبي تاي حيرر كي حكمين لها إسلام كا يردقن كينا يشروع لينا ينتين نبا وافق سنا إنا ينمتقانا قرن كا دسل كي سودقنو أو تسالهان وحيابها أغو أدق وحكم إذا أي مكا خبرة دشرتاء المها سوق تشوغي والد كي سينا مقالة تشوغو أو كلا دين الإسلام كم حقيقة بتاعي قف والدك معنيه قف علمي سدري اللي وياه مركها ظروفها كلا كذا أو جد مركها لقته قو علمي سوى كده يعني هاي حيركم حوك هذي جيا حير كلفتي سلون قرن بينه هاي سؤال هن حوك شيء جيا كحبكت عرورت كي يبنية أما بلودها كي يبنية حيركم حوك هذي جيا مركها وحياة والله إنه بهن الناس لفهمها وقذبوا أن لين هاي دقن كينا دين تينا يو ظروف تينا يحير كينا بوا فصل نغلو sidoo kale waxa goobta hadal ka jeediyay masuuliyiin ka kala socday ururada arimaha bulshada iyo masuuliyiin wasaaradaha dalka ka socday waxana ku dheeraadeen ahmiyadda kulankani leeyahay runtii waa arin weyn oo qiimo badan leh munaasabadan ama kulankan maanta ay isugu nimi oo lagaga hadlayo xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta marka laga hadlayo caruur waxaan ka hadlaynaa wax ka weyn inta aanu ka fikireyno waxaan ka hadlaynaa mustaqbalkii dambe iyo jiilkii inaga gadaasheen dhulkan ayaa lada inaga dhexli lahaa marka kaydkii qarankan u lahaa ee bini aadam ahaa ayaynu ka fikiraynaa marka waa muhiim mudnaanta ay leeyihiin inaynu siino waa sababta ay maanta isugu nimi waxaan ka codsanay wasiirada inay noo soo diraan qolooyinkooda technicalka ah ama shaqada gacanta ku haya si ay u akhriyaan oo xeerka loo dul istaago mid qodob qodob loogu eego tii uun bay daarantahay daba socotaa qolooyinkayga kale ee partnerska ama daneeyayaasha iyaguna nagala jooga civil society-ga iyagana waan ugu mahadcelinaynaa maxamed faarax bilay telefishinka star hargeysa